نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم اما بعد، فلازلنا في كتاب تهذيب تسهيل العقيده الاسلاميه، ويعني في المباحث الاخيره في فصل الولاء والبراء، وكنا تكلمنا في المره السابقه عن بعض صور المولاء الكفرية وفصلنا فيها القول، ثم بعد ذلك سرنا مع ما سار عليه المصنف في الحديث عن المولاء المحرمة غير الكفرية، وتكلمنا عن محبة الكفار والمودة وغير ذلك مما يجب على المسلم أن يتركه وأن يبعد عنه. هذا إجماع ما بين أهل العلم من السابقين والمتأخرين فيه على أنه يجب أن يكره الكفر وأن يبغض أهل الكفر. وضربنا مثلا لذلك وقلنا لو أن إنسانا يعني سب يعني الأب أو الأم أو العائلة أو كان هناك مشاكل شخصية، فتجد الإنسان يحمل البغض والكره في قلبه لهذا الرجل، فما بالك بهذا الرجل الذي يسب الله سبحانه وتعالى ويدعي لله عز وجل الابن والولد والزوجة والصحبة، أو يدعي كذب النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك. فهذا إن لم يحمل أو إن لم يحمل القلب بغضا له، فهذا يدل على ضعف الإيمان ويعني قلة الإيمان في القلب. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى لعل تكون معنا مباحث يعني أكثر دقة وأكثر أيضا تطويلا، فيعني أرجو التركيز والانتباه وأن يعني تكتبوا ما أزيده عن الكتاب، ولعل نتحدث في لو انتهينا إن شاء الله اليوم أو توقع معنا مرة كمان نتكلم عن بعض الأشياء اللي احنا قد نحتاج ان احنا نراجعها أو نعيد عليها مرة أخرى. فتكلم المصنف فقال: من صور أيضا المولاة المحرمة غير الكفرية الاستيطان الدائم في بلاد الكفار، فلا يجوز للمسلم الانتقال إلى بلاد الكفار للاستيطان فيها، ولا يجوز له التجنس بجنسياتها، ولو كان يستطيع إظهار شعائر دينه فيها إلا في حال الضرورة، لقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم وعلى مفارقة المشرك. طيب، دي مسألة. المسألة الثانية: وإذا أسلم الكافر، يعني لازم تفصل في المسألة الأولى والمسألة الثانية. وإذا أسلم الكافر وبلده بلد كفر، المسألة الأولى إيه؟ أن واحد مسلم يهاجر ويستوطن لبلد غير مسلم. المسألة الثانية: أن واحد أصلا أسلم في بلده التي هي بلد كفرية وليست إسلامية، بلد أجنبية أو غربية أو أوروبية أو غير ذلك كما نرى. فإن كان لا يستطيع إظهار شعائر دينه ويستطيع الهجرة، وجبت عليه الهجرة إلى بلد من بلاد المسلمين بإجماع أهل العلم، ولا يجوز له البقاء في هذه البلد إلا في حال الضرورة، ولا يستطيع أن يخرج أصلا أو ينتقل إلى مكان آخر. وهذا استدلالا بقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. لأنهم لم يهاجروا مع قدرتهم فظلوا في هذه البلاد التي قد يفتنون فيها. طيب، يبقى دي مسألة وهذه مسألة. المسألة الثالثة: أما إن كان المسلم يستطيع إظهار شعائر دينه من توحيد وصلاة، ده بقى خاص سواء بالإنسان المهاجر أو الإنسان صاحب الجنسية نفسها وأسلم في بلده التي هي بلد غير إسلامية، لو كان يستطيع إظهار شعائر الدين من صلاة وتوحيد وتعلم لأحكام الإسلام وتمسك بالحجاب للمرأة وغيرها، فالهجرة إلى بلاد المسلمين مستحبة في حقه حينئذ، وده أخص بالإيه؟ الإنسان اللي هو عايش في البلد دي وهو مسلم، أو يعني هو ولد فيها وهو مسلم، سواء كان من جنسياتها أو من غير جنسياتها، واحد أبوه وأمه يعني مثلا مصريين وهاجروا قعدوا في كندا أو في أمريكا أو غير ذلك، هو مسلم وولد ووجد نفسه في هذه البلاد، طب هل يهاجر ويرجع إلى بلده الأصلية أم لا؟ دي مسألة. المسألة الثانية: أنه هو واحد أصلا مثلا يحمل الجنسية نفسها ومن أهل هذه البلاد ولكنه أسلم على كبر، طب هل يهاجر ولا لا؟ وهو يستطيع أنه هو يظهر شعائر دينه ويستطيع أنه هو يصلي وامرأته تستطيع أن تتحجب ويستطيع أن يعلم أبنائه الأحكام الإسلامية والشريعة الإسلامية، فقال في حقه حينئذ مستحبة ويجوز له أن يبقى في بلده الأول. فقد روى أبو سعيد الخدري أن عربيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: إن شأن الهجرة لشديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم.
قال فهل تؤتي صدقتها، هل تخرج زكاة هذه الإبل؟ قال نعم. قال فاعمل من ورائح البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا، يعني لن يضيع الله سبحانه وتعالى عملك إن لم تستطع أن تهاجر. وأنت لو كانت الهجرة واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا العربي أنه يأتي إلى المدينة ولم يكن ليجلس في بلاده، صح؟ وقد يستحب له البقاء، ده الحكم بقى كمان المختلف. لا ده أحيانا مش تكون مستحبة للهجرة، لا ده يستحب للبقاء في البلد نفسها غير الإسلامية دي. طب ليه؟ لأنه قد يكون أصلا داعية أو صاحب علم شرعي فيستطيع أنه يغير في بلده وهو صاحب الجنسية نفسها، يعني هو أصلا كندي أو أمريكي أو فرنسي مثلا أو إنجليزي، فهو له حقوق غير الإنسان اللي هيأتي ويستوطن. ولذلك هذه الميزة الذين يعيشون هناك وهم من نفس الجنسية البلد، هذا لا يضطهد ولا يعامل بازدراء ليه، لأنه مش من أصل عربي أو من، فهذا يستطيع أنه ينشر الدعوة في هذه البلاد ويستطيع أنه يقيم المجمعات الإسلامية ويستطيع أنه يعني يغير في خريطة البلاد التي يعيش فيها. فقد يستحب في حقه أنه يظل في هذه البلاد لينشر الإسلام ويغير ما في هذه البلاد. فهذه المسألة عامة. طب خلينا كنا نفصل برضو بعض القول، لأن الشيخ في المسألة الأولى اللي هي الاستيطان الدائم في بلاد الكفر اختار قولا واحدا. يستحب لا البقاء. آخر حاجة انت بس خلط، اقرأ آخر سطر. دي مسألة تانية، يعني يستحب له الهجرة دي في حالة ايه؟ في حالة ان هو انسان بعرف يقيم دينه، يدوب بيقيم دين بس ملوش دور في خدمة الدين والدعوة. طب لا، واحد ليه دور في خدمة الدين والدعوة، مش مسألة انه بيقيم ده بدين، بيقيم دينه وكمان يستطيع انه يدعو للإسلام، عنده من العلم الشرعي او عنده من السلطة او عنده من الملكات اللي يستطيع بانه يدعو للإسلام، فيستحب في حقه ان يبقى في هذه البلاد. طيب الاستيطان الدائم في بلاد الكفار، هذه المسألة قد يعني نبحث فيها بتفصيل أكثر مما ذكره المصنف. فقال لا يجوز للمسلم الانتقال إلى بلاد الكفار للاستيطان فيها، ولا يجوز له التجنس من جنسياتها ولو كان يستطيع إظهار شعائر دينه فيها إلا في حال الضرورة. هذا قول من الأقوال التي اختارها المصنف. قول الجمهور وهم المالكية و يعني بعض الظاهرية والشوكاني إلى القول بأن من أسلم ببلد من بلاد الكفار فيجب عليه أن يهاجر إلى بلد إسلامي، ده قول الشوكاني والظاهرية والمالكية أنه يجب عليه أنه يهاجر إلى بلاد إسلامي، وأنه يحرم عليه المقام في دار الكفر مادام يستطيع الهجرة، يحرم عليه المقام مادام يستطيع الايه الهجر. واستدل يعني اصحاب هذا القول اللي هم المالكيه والظاهريه والشوكاني بقول الله سبحانه وتعالى الذي استدل ايضا به المصنف، ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم، استدلوا بنفس هذه الايه. يبقى ده القول الاول للمالكيه والظاهريه والشوكاني ان هو لا يجوز ان يبقى في بلاد الكفر، أسلم يبقى يجب عليه أن هو يهاجر. قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى جواز المقام ببلاد الكفر إذا تمكن المسلم من إظهار شعائر دينه وتعلم ما يلزمه من أحكام. خلي بالك من الضابط المهم جدا اللي احنا بنضيفه ده اللي في قول الجمهور، وأمن على نفسه وأهله الفتنة، الفتنة في الدين إن هو يستطيع أن يقيم دينه ودين أولاده. واستدلوا بحديث الأعراب اللي احنا ذكرناه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شأن الهجرة لا شديد، ده استدلال الجمهور. بعض العلماء جمع ما بين القولين جمع طيب جدا، فقال في الحقيقة إن الفارق أو نقاط الاتفاق ما بين القولين واسعة، يعني في نقاط اتفاق ما بين القولين، القولين في الحقيقة مش متضادين ولا متعارضين، ولكن في الحقيقة في نقاط اتفاق واسعة ما بين القولين. إيه نقاط الاتفاق دي؟ إن هما الاثنين متفقين على مسألة واحدة. لا خلينا في الكلام اللي احنا قلناه، الكلام اللي احنا قلناه ايه نقاط الاتفاق الواسعه ما بين القولين؟ الايه؟
يأمن الفتنة، ان هو يأمن الفتنة، ان هو يأمن الفتنة. يعني القولين في الاخر هتجد ان هما متفقون، القولان متفقان في انه اذا كان المسلم لا يأمن على نفسه ولا اهله ولا اولاده الفتنة في الدين فلا يجوز له البقاء في هذه البلاد. وكذلك ايضا اتفق القولان في انه لا يجوز ان يقيم الانسان معهم في بلاد الكفر وهو محب لهم، لازم يعود قلبه ان هو بيبغض هذا الكفر ويبغض الشرك بالله سبحانه وتعالى ويبغض المنكرات الظاهرة والمحرمات الظاهرة في هذه المجتمعات من انتشار الخمر والفواحش وغير ذلك من الربا وهذه الأمور المنتشرة في هذه المجتمعات. طيب خلينا، ده اتفاق ما بين القولين، خلينا ننظر نظرة واقعية بعد ما ذكرنا كلام الجمهور وكلام المالكية والظاهرية والشوكاني. النظرة الواقعية بتقول إن الإنسان حتى إذا أمن على نفسه الفتنة في هذه البلاد ففي الحقيقة هو لا يأمن على أهله، ولو أمن على أهله لطول مقامهم في البلاد الإسلامية ولتربيتهم ونشأتهم في البلاد الإسلامية فإنه لا يستطيع أن يأمن هذه الفتنة على أولاده. وإن أمن الفتنة على أولاده اللي هم يعتبر بما يطلق عليه الجيل الثاني لا يستطيع تماما أن هو يأمن الفتنة على أولاد أولاده اللي هم الجيل الثالث. وده مشاهد، هات أي إنسان مسلم عاش في هذه البلاد وقعد 10-15-20-30 سنة. هو أوباما ده كان في الأساس إيه؟ كان في الأساس مسلم، اسمه باراك حسين أوباما، في الأساس كان مسلما، ولكن طول مقام أهله في بلاد الكفر خلى الراجل أصلا في البداية هو كان بيدرس دراسة إسلامية وكان مسلم، أبوه مسلم، أبوه اسمه حسين. ولذلك فلما طول المقام في هذه البلاد نشأ الولد نفسه في العقيدة التي تنتشر في بلاده وانتنصر كما يتنصر الباقون. فلذلك فهذا شيء مهم جدا، ان طول مقام الانسان في هذه البلاد بيجعله يألف هذه المنكرات، وبعد ذلك يظهر الاولاد بعد ذلك ويتعودون على هذه الاشياء، وهناك احكام لا يستطيع ان هو يعني يقيم فيها الاسلام. القوانين هناك تمنع ان انت تضرب الولد او البنت، ولو البنت يعني والعياذ بالله نسأل الله عز وجل السلام والعافية لها صديق ولا صاحب كما يفعل هؤلاء في مجتمعاتهم، لا يستطيع الوالد ان هو يتعرض لها بأي اذى، لا يستطيع. ولو تعرض لها بأي أذى أو ضرب تطلب ليه الشرطة مباشرة في نفس الوقت، ليه؟ لأنه بيتعرض لها بالأذى. فالحقيقة هذه المجتمعات حتى لو أمن الإنسان على نفس الفتنة بيصبح بعد ذلك ممسوخ مسخ، ألف إن هو يسير في الشارع فيرى المتبرجات، وألف إن هو يسير في الشارع فيرى الخمر يشرب فيه الشواء، وألف إن هو يرى الكفار ويتعامل معه، وألف إن الدين الإسلام ليس هو الظاهر وليست هو الشريعة الكاملة. ممكن إنسان تاني يقول لك والله طب هو فين البلد التي يظهر فيها بلاد الإسلام؟ فهذه الأمور متفاوتة. الإنسان حين يجد بلدة يعني قد تعلن إن هي بتطبق الإسلام ولكن فيها ظلم، أولى من دولة لا بتعلن أنها بتطبق الكفر وبتحارب الإسلام وبتظهر العداوة للمسلمين، وقد يأتي تضييق على الإسلام من حين لآخر. أعتى بلاد العالم في الديمقراطية والتي يتشدق بها في الحريات زي فرنسا تمنع المسلمات الآن من ارتداء النقاب، دي أعلى نماذج الحريات في العالم اللي هم بيضربوا بها المثل، ومع ذلك لا تستطيع المرأة أن هي تقيم دينها بحرية. طب امرأة تتدين بقول فرض النقاب، طب كيف تستطيع أن هي تقيم دينها إذا أرادت أن تدخل إلى مصلحة لتقضي بعض الحاجات لا تستطيع أنها تدخل به النقاب، إذا أرادت أن تسير في الشارع ربما يفرض عليها غرام. المآذن إلى الآن لا ترفع الأذان في كثير من البلاد، بل صوتوا أن هذه المآذن تلغى أصلا، ما يبقاش فيه أذان تمام. طب سبحان الله لما الأولاد ينشأوا في هذه البلاد في مجمعات إسلامية وفي دعوة وفي بعض النشاطات الإسلامية، ولكن فين حقيقة تغلغل الإسلام في القلوب؟ فين حقيقة الانتماء للدولة الإسلامية؟ فين حقيقة الانتماء للشعيرة والشريعة الإسلامية؟ ففين حقيقة مع الأقوال التي يدور حولها العلماء والتي ذكرناها، الواقع قد يؤدي أن الإنسان يصعب عليه الاستيطان الكامل في هذه البلاد بدون أن يتأثر، هذا الواقع والحادث. ولذلك ائتي برجل نموذج، دور في كل النماذج اللي انت تراها قعد هو وزوجته أولاده وأحفاده وأحفاد أولاده وظلوا على الإسلام، هيظلوا على الإسلام بس صورة ظاهرة، اسمه أحمد ومحمد وممكن بيروح يصلي الجمعة وساعة الأحياد بيحتفل بالإسلام، ولكن في الحقيقة ولاؤه لهذه البلاد ليه؟ لأن يرى فيها العدل
ويرى فيها الحرية الذي يفتقدها أساسا في بلاده التي هاجر منه، فهو يرى فيها نماذج التقدم، ويرى فيها في الحقيقة أن هذه هي الدول التي تطبق الديمقراطية، بل بالعكس الدول دي بتطبق الإسلام أكثر منا، ويبدأ يتشدق بهذا الكلام. طب هل تطبيق الإسلام، ويعني في ذات مرة دخلت في حوار طويل جدا مع بعض هؤلاء الناس، هل في تطبيق الإسلام في الحقيقة هو مجرد أن أنت تخطط الشوارع وتنظم إشارات المرور وتنظم بعض الكروت الإلكترونية التي تسهل لك الحياة؟ فين تطبيق الشريعة الإسلامية في الأحكام وفي الحدود وفي العدل ما بين الناس؟ وفين إقامة الشريعة الإسلامية في إظهار الشعائر الإسلامية من أذان ومن صلاة ومن دعوة؟ فين إقامة الشريعة الإسلامية التي تجعل المرأة ترتدي النقاب وترتدي الحجاب بحرية؟ وفين تطبيق الشريعة الإسلامية التي تجعل الأولاد يحفظون القرآن ويتعلمون الدين ويحبون هذا الدين؟ وفين الشريعة الإسلامية في يعني قتل المسلمين في كل مكان كما تفعل أمريكا؟ فين الحرية التي تطبقها أمريكا لما تذهب إلى كل مكان وتعادي الإسلام بهذه الطريقة وهم يتشدقون بنشر الديمقراطية والحرية؟ طب فين سبحان الله؟ هل هذا هو العدل؟ هل هذا هو التقدم؟ تعال شوف غالب الدول التي تشارك في الغارات على أفغانستان والعراق وسوريا، هترى تحالفات كثيرة من هذه الدول التي يستوطنها أناس من المسلمين، وربما يدفع أموال لهذه الجيوش حتى تذهب وتحارب وتقتل المسلمين في هذه البلاد، وهو لا يظن أنه قد أخلى مسؤولياته حين دفع الضرائب وأنه يكره هذه الصورة لعله يتشدق بمعاني الحرية وغير ذلك. ففي الواقع الصراحة الاستيطان في هذه البلاد يمسخ الشخصية ويعني ويذهب بكثير من معاني الديانة في القلوب. ثم ذكر بعد ذلك أيضا من الصور التي هي من صور المولاة المحرمة غير الكفرية السفر إلى بلاد الكفر في غير حال الحاجة. السفر ده حاجة والاستيطان حاجة، لازم تفرق. السفر فإنسان مسافر للعلاج، إنسان مسافر للدعوة، إنسان مسافر لطلب العلم، إنسان مسافر للعمل، إنسان مسافر للتجارة، هل هذه الصور تجوز أم لا تجوز؟ فقال السفر إلى بلاد الكفر في غير حال الحاجة فيحرم على المسلم أن يسافر إليها إلا في حال الحاجة. يبقى معنى ذلك ان انت هتجد عندنا صور تخرج الانسان اللي مسافر للسياحة ده مش حال حاجة، الانسان اللي مسافر للسياحة دي مش حال حاجة، انسان مسافر ان هو يتفسح يقعد يومين هناك يقضي يومين يغير بيهم جو، هذه ليست حاجة. فإذا إن كانت هناك حاجة في إلى السفر إلى تلك البلاد سواء كانت خاصة بالمسافر أو عامة للمسلمين، خاصة بالمسافر إنسان رايح يتاجر بيحضر بعض البضائع من هناك التي قد لا يستطيع أن يحصلها في بلاده، عامة للمسلمين راح يطلب بعض العلوم التي قد تنفع المسلمين، الطب، الهندسة، الفيزياء، الكيمياء، غير ذلك من العلوم، جاز له السفر بثلاثة شروط. بثلاثة شروط. في الحقيقة بعض الناس حين يقرأ هذا الكلام قد يقول والله ده تشدد وده غلو، وخلينا يا جماعة واقعيين، انظر إلى النظرة الواقعية اللي بتحدث لغالب الناس اللي بيسافر إلى هناك ويمكث ويعيش وينباهر بالحضارة الغربية هناك ويظل طول عمره يلعن في القيم التي تربى عليها في بلاد الإسلام. فخلينا ننظر بنظرة واقعية إن في الغالب الإنسان ضعيف الديانة، الإنسان الذي لم ينشأ على حب الدين ولم يتغلغل الإيمان في قلبه، في الحقيقة حين يسافر إلى هذه البلاد يتأثر تأثرا شديدا، وده واقع. وانظر إلى النماذج التي شوهت أصلا الإسلام كقاسم أمين ورفع الطهطاوي وغير ذلك من النماذج اللي مجرد إن هو إنسان سافر لهذه البلاد ليتعلم، واحد زي رفع الطهطاوي مسافر إمام لبعثة، إمام هيصلي بيهم، ترك الإمامة تماما وذهب وتعلم الفرنسية وأصبح بعد ذلك داعية إلى يعني الكثير من الأفكار الغربية والعلمانية وغير ذلك. انظر إلى واحد زي قاسم أمين، كل هؤلاء الناس اللي هم دعوا إلى حرية المرأة والعلمانية وخلع الحجاب وغير ذلك من مسائل الاختلاط وهذه المسائل اللي تغلغلت بعد ذلك في مسائل المجتمعات الإسلامية، أصلهم إنه سافر وانبهر. انبهر بإيه؟ انبهر إن الناس بتركب مثلا صف واحد، إنه ماشي ما بيضربش كلاكسات، إنه واحد ماشي في الشارع ما بيشتمش، هذه الأشياء اللي هي في الحقيقة مش عقيدة، هي أخلاق وسلوكيات. نعم هؤلاء الشعوب متقدمون عنا في بعض السلوكيات، في بعض السلوكيات، وهذا قد يحتاج منا إلى كثرة تربية إلى المجتمعات الإسلامية والعربية، إلى كثرة اهتمام بهذه الأمور، إلى كثرة غرس لهذه المعاني. مش معناها أن التانيين هم اللي سبقوا، العقيدة الأهم ولا الأخلاق؟ العقيدة. فإنسان مسلم يقول لا إله إلا الله وأخلاقه سيئة أفضل 100,000 مرة بل لا مقارنة بينه وبين إنسان يكفر بالله عز وجل وأخلاقه في قمة السماء. ما تقوليش الناس دي سبب أخلاقها، لا، اللي سبق الإنسان المسلم صاحب العقيدة السوية وإن كانت أخلاقه سيئة ينبه ويحذر ويربى ويتقال له هكذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنت بهكذا تسيء إلى الإسلام. وما نقولش إن هو لا، ده الكافر اللي هناك أحسن من المسلم، لا، أحسن منه إزاي؟ إنسان يشهد أن الله ثالث ثلاثة، ولا إنسان بيسب الله عز وجل، ولا إنسان ملحد، ولا إنسان يقول أنا ماليش دين أصلا، نقول إن هو أفضل من إنسان مسلم حتى لو إنسان مسلم بسيط وقد يكون عنده من الأخطاء؟ مستحيل، لا يستويان.
فقال ثلاثة شروط. الأول أن يكون من يذهب إلى تلك البلاد ذا علم بأمور دينه، وعنده علم ودراية بالأمور النافعة والضارة، إنسان عارف الدين. الثاني أن يكون في مأمن وبعد عن أسباب الفتنة في الدين والخلق، أن يكون قادرا على إظهار عن أسباب الفتنة في الدين والخلق أن يكون قادرا على إظهار شعائر دينه، قادرا على إظهار شعائر دينه. ومن الحاجات التي يجوز السفر من أجلها أن يكون قادرا على إظهار شعائر دين، يعني هو لو رايح بلد مش هيقدر يصلي فيها، لا ما يروحش يطلب فيها العلم. واحد امرأة مسلمة ستذهب مثلا مع زوجها إلى هذه البلاد، ولن يستطيع أن هو رايح في بعثة ولا رايح يطلب علم ولا غير ذلك، وهذه المرأة المسلمة إذا ذهبت هناك أجبرت مثلا على خلع النقاب أو لا تذهب معه، يبقى في هذه الحالة وإذا اضطر هو نفسه لا يذهب، يبقى أن يكون قادرا على إظهار شعائر ديني. لا ممكن يروح يسير في الصومال ويسير في كينيا ويسير في بعض الدول دي، وهيسير برضو ويتفكر وينظر ويعتبر. ومن الحاجات التي يجوز السفر من أجلها السفر للدعوة إلى الله. بعض الناس يقول لك السفر للدعوة، طب وانت سايب، طب ما دي البلاد الموزمبيق يعني محتاجة دعوة. كنت امبارح مع أخ يعني بيقوم ببعض الجهود الدعوية في يعني هذه البلاد الإفريقية، فهذه البلاد محتاجة لدعوة. يعني انت سايب كل الموزمبيق وأثيوبيا وأوغندا وكل دول أفريقيا ورايح يدعو في أمريكا ولا سويسرا ولا هذه البلاد. فقال السفر للدعوة إلى الله تعالى، والسفر للتجارة، والسفر للعلاج. هذه من الأشياء التي يجوز إن هو الإنسان يفعلها السفر، بس الشروط بشروط إيه؟ الشروط السابقة، يعني يفعل هذه الأشياء ولكن بشروط السابقة. والسفر لتعلم علم يحتاجه المسلمون ولا يوجد إلا في بلاد الكفر. يعني واحد رايح يطلب علم موجود في بلاد الإسلام، طب إيه الفائدة والميزة في ذلك؟ فليس هناك ميزة. فأما السفر إلى بلاد الكفر من أجل السياحة ونحوها فهو سفر محرم لعموم حديث جرير المذكور في الفقرة السابقة، أنه هو نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وبايع النبي على ألا يعني يجلس أو على مفارقة المشرك. وهذا يشمل الإقامة اليسيرة كاليوم واليومين ولما في ذلك من تعريض دين المسلم وخلقه للخطر من غير ضرورة أو حاجة. ولا شك أن الإنسان لهذا هناك يتأثر بالأشياء التي سيراها في هذه المجتمعات من الباطل. من الأمور أيضا المحرمة مشاركة الكفار في أعيادهم الدينية كعيد رأس السنة الميلادية وهو ما يسمى بالكريسماس، ولا يجوز فلا يجوز للمسلم مخالطة أو مشاركة الكفار في أعيادهم الدينية بإجماع أهل العلم، لأن في ذلك إقرارا لعملهم ورضا به وإعانة عليه. وقد قال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا شك أن مشاركتهم في أعيادهم الباطلة المحرمة من الإعانة على الإثم، كما يحرم تهنئتهم بهذه الأعياد بإجماع أهل العلم، ويحرم حضور أعيادهم الدنيوية وتهنئتهم بها، ويحرم حضور أعيادهم الدينية وتهنئتهم بها، لأنها أعياد مبتدعة محرمة في ديننا، كما يحرم جعل هذه الأيام التي لهم فيها عيد ديني أو دنيوي عيدا، لأن هذا من التشبه المنهي عنه. هذه بعض المسائل جمعها المصنف في هذه الفقرة، ونقرأ كلام ابن القيم الذي نقله فيه الهامش، فقال وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، كالتهنئة بعيد القيامة والتهنئة بهذه الأعياد التي هي مختصة بشعائر الكفار، فلا يستطيع الإنسان أنت تهنئه يعني على هذا الاعتقاد الباطل اللي هو بيدين به. أنت دلوقتي هل لو واحد بيعصي الله عز وجل بيشرب الخمر أو بيسرق أو بيفعل فاحشة، هل هتقدر أن أنت تيجي تقول والله كل سنة وأنت طيب أن أنت بقالك 5-6 سنين الحمد لله بتشرب الخمر؟ طب سبحان الله ده الكفر أكبر من أي كبيرة أصلا. فهل يجوز الإنسان وقتي يقول والله كل سنة وأنت طيب ومناسبة أن أنت بتقول هذه الأقوال الكفرية اللي هي تخالف العقيدة الصحيحة؟ فهل هذا يجوز؟ فهذا لا يصح، ويعني لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهو يخالط الكفار والمشركين واليهود والنصارى وغير ذلك في المجتمعات في مكة وفي المدينة. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل والله طب ما نتألفهم بهذه الكلمات؟
هل من يفعل ذلك أفقه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالعكس، الإصرار والوضوح في العقيدة يجعل هؤلاء يعلمون أنك إنسان لا تخادع، وأنك إنسان لا تهادن، وأنك إنسان صريح، أنه لا يجوز التهنئة في هذه الأعياد ولا في غيرها من الأعياد التي تختص بدينه. يدخل في ذلك طبعا هذه الأعياد التي تمر بنا في هذه الأيام من أعياد غير المسلمين، ومن أعياد يعني شم النسيم، وهذه الأعياد التي لها أصلا أساس يعني قد يكون مشترك ما بين أديان يعني كالنصرانية واليهودية وفراعنة وغير ذلك من هذه الأشياء، فلا يصح التهنئة بها ولا الاحتفال بها ولا يعني مثلا أخذ عطلة في هذا اليوم ولا تعطيل الأعمال، يمر كأنه أي يوم عادي تماما كبقية الأيام. لو مثلا واحد مصباح خلف مثلا، مثلا يجوز التهنئة الاجتماعية دي، هتيجي معنا دلوقتي، هتيجي معنا. فقال أيضا من الموالاة المحرمة التشبه بهم. انت شكلك حاسس في حاجة قاعد كده مش ممكن. هو اللي كان يسافر ومتعرض للعمل يعني 10 سنين للعمل فتح يعني زادت مال، لو ما دام يجد قوته ويجد عمل في بلده خلاص يبلس يسافر لهنا. هو نفس الحاجه هنا اللي هو هيسافر ليها العمل ليست تعتبر من الحاجات، الا لو هو لم يجد بقى عمل تماما في بلاده ولا بلاد المسلمين، وهذا يصعب، دي حاله شبه مستحيل، لانه يقينا هيجد عمل في بلادي او في بعض البلاد الاسلاميه ولكن بمرتبات اقل. الفارق ان هو مرتبات اقل، فمجرد البحث عن المال والذهاب هناك مش شرط او مش حاجه يحتاجها الانسان، لانه هو هيستطيع ان هو يعمل في بلاد او هيستطيع ان هو يعمل في بعض البلاد العربيه او الاسلاميه، طب يبقى هيحصل اموال اقل، هو ده بس واحد عايز يحصل اموال اكثر، فهذا خطا طبعا. لا هيدخل فيه المحرم، هيدخل فيه المحرم. فقال التشبه بهم فيما هو خاص بهم مما يتميز به الكفار عن المسلمين. شوف هنا ضابط مهم جدا، ان مقياس التشبه بالكفار هو ما يفعله المتشبه مما يختص به المتشبه به. ركز جدا في المسألة دي، ان حاجة خاصة بالكفار هم يتميزون بها، سواء ملابس، سواء طريقة يعني قصة شعر، سواء بعض النظم الإدارية أو الاقتصادية، أي حاجة هم يختصون بها. ولذلك مثلا لو احنا جينا قلنا هل لبس مثلا القميص والبنطلون في هذه الايام، القميص العادي التيشيرت مثلا والبنطلون، هل في هذه الايام يعتبر نوع من انواع التشبه بالكفار؟ لا، لا يعتبر تشبه بالكفار. ليه؟ لانه لا يعد من يلبس هذه الملابس، يعني مش اول ما هتشوف واحد تقول لا 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 ايه ده، ده مش مسلم الراجل ده. بالعكس، هذه الملابس اصبحت عامه منتشره في كثير من المجتمعات سواء الاسلاميه او غير الاسلاميه، ولا تميز غير المسلمين عن المسلمين، تمام. اما هناك بعض الهيئات او بعض مثلا القصات الشعر او بعض الملابس التي تلبس مثلا في بعض الدول الاوروبيه، في بعض الدول الاوروبيه لها بعض الملابس الخاصه بها زي مثلا الدول الاسكندنافيه او نحو ذلك، فلا يجوز للمسلم ان هو ياتي ويلبس هذه الملابس تقليدا لهم، او لا يجوز للمسلم ان هو مثلا يحلق حلقه الشعر المعروف مثلا عند لاعب غير مسلم او نحو ذلك مجرد ان هو بيقلده، لان هو معروف ان دي حلقه فلان اللي هو غير مسلم فهو يتميز بها. فهذا هو التشبه المقصود التحريم في هذه المساله، فيحرم على المسلم ان يقلدهم في كل ما هو خاص بهم من عبادات او عادات وتقاليد او اداب او هيئات، سواء كان أصل ذلك مباحا في ديننا أو محرما. خلي بالك من القيد ده جدا، لأن بعض هذه الأشياء تكون أصلا مباحة في ديننا ولكن هم يتميزون بها ويختص بها الكفار دون غيرهم، يختص أهل البلدة الفلانية أو أهل الديانة الفلانية بهذه الملابس أو هذه النظم أو هذه الطريقة أو هذه العادات أو نحو ذلك. قد تكون هي مباحة عندنا ولكن هم يتميزون بها، ومجرد ان انت هتفعلهم يبقى هيظهر ان انت بتتشبه بهم، يبقى في هذه الحاله محرمه. ولو كانت محرمه عندنا يبقى اضيف لتحريمها عندنا تحريم التشبه، يبقى اشترك في هذه الحاله امران محرمان، التحريم الاصلي اللي هو في ديننا في هذه المساله بالاضافه الى تحريم التشبه بهم. وضرب امثله لذلك كطريقه تسريح الشعر او يعني حلق الوجه او طريقه اكل معينه او مشيه معينه او طريقه بناء مساكن او نظم او غير ذلك. طيب لو كان امرا لا يختص به المشركون او الكفار كبعض النظم الاداريه مثلا او بعض التكنولوجيا الحديثه مثلا زي الانترنت وغير ذلك، هذا لا يختص به الكفار وهي فيها فائده للمسلمين، فطبعا يجوز في هذه الحاله اخذ هذه النظم وادخالها لبلاد المسلمين لان فيها فائده، ولا يكون التشبه في هذه الحاله محرما ولا مكروها. ومن المعلوم ان التقليد للغير دليل على الشعور باحتقار الذات،
ولذلك في هذه المناسبة يعني أنصحكم بقراءة كتاب للدكتور إبراهيم السكران اسمه سلطة الثقافة الغالبة. سلطة الثقافة الغالبة. الدكتور إبراهيم السكران في هذا الكتاب بيهتم إزاي أنه يغرس في الإنسان قيمة الارتباط بالدين وإظهار بعض المظاهر اللي تأثر بها المسلمون للأسف من الغرب وأثرت في دينهم، سواء في معاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء في معاني يعني الحجاب، سواء في معاني الجهاد، في كثير من المعاني. فالكتاب الصراحة في غاية الروعة، يعني أنصحكم به قراءتي. مش هنلخصه ولا حاجة، اقروه بس، يعني حاولوا أن أنتوا تجتهدوا كده تقرأ. اسمه سلطة الثقافة الغالبة، الدكتور إبراهيم السكران. ويعني كل كتب الدكتور إبراهيم السكران صراحة تقرأ وهي في غاية الجودة. قال: ومن المعلوم أن التقليد الشاهد أن الإنسان لا يتأثر إلا بالقوي. الشاهد اللي انت هتخرج بيه من هذا الكتاب ان الغالب في الغالب بيتأثر بالمغلوب، الضعيف بيتأثر بالقوي. فتأثر المسلمين الآن بالغربيين وبالكفار في طريقة اللبس وفي طريقة الكلام وفي طريقة حلق الشعر وفي طريقة حتى إطلاق اللحية كما ظهر في هذه الأيام، أول ما طلعت موضة الناس أطلقت لحية، ضعف، حالة وهن غير عادية. هو شايف ان هذا النموذج هو المتقدم فعايز يقلده بأي طريقة. لو هو عنده حالة انتماء للدين وعنده حالة تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وعنده حالة تعظيم لشرع الله عز وجل، مستحيل انه يعمل كده. ولكن لما كانت للأسف عنده نوع من أنواع الانهزام النفسي، أي حاجة بيشوفها في الغرب بيتأثر به. قال: ومن المعلوم أن التقليد للغير دليل على الشعور باحتقار الذات، وأن هذا المقلد يرى بأن من قلده أفضل منه وأرفع منه قدرا، ولذلك حاول أن يتشبه به، وهذا لا يليق بالمسلم اتجاه الكافر. فالمسلم أرفع قدرا من جميع الكفار، فالمسلم أرفع قدرا من جميع الكفار بنص القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وينبغي للمسلم أن ينظر إلى الكفار بالنظرة الشرعية الصحيحة. قال الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم عن الآخرة هم غافلون. ده اللي احنا يعني تكلمنا فيه، ان هو في الحقيقة هؤلاء الكفار الناس منبهرة بهم، في الحقيقة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة، عن لب الحقيقة هم غائبون وهم غافلون عن هذه الحقيقة. وقال الله سبحانه وتعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. فاكرين دول متقدمين ودول المتحضرين ودول أذكى الناس ودول العباقرة؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقد وردت أدلة شرعية كثيرة تدل على تحريم التشبه بالكفار، ومن ذلك قول الله في سورة الحديد: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. نهى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن يتشبه المسلمون بالكفار في قسوة القلوب، وعن التشبه العام: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قال أبو سعيد الخدري: قلنا يا رسول الله دخلوا في جحر قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ والسنن هي الطريقة الحديثة، وهذا الحديث من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ولهذا ترى كثيرا من المسلمين والمسلمات اليوم يقلدون الكفار في كثير من الأمور، حتى فيما لا فائدة لهم فيه، كهيئة اللباس وهيئة شعر الرأس وحلق شعر العارضين والذقن واللحية التي هي اللحية، حتى إن من المسلمين والمسلمات من يبحث في المجلات أو غيرها عن آخر ما يفعله الكفار في الغرب أو الشرق فيفعله. هذا من الضعف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد الأمة الإسلامية إلى قوتها وعزتها. قال: قد أجمع أهل العلم على تحريم التشبه بالكفار. وهذا يعني بعد ما ذكر، لذلك لما نسأل إيه الأدلة الشرعية على تحريم التشبه بالكفار، هتذكر الآية وهتذكر الآيات اللي احنا ذكرناها بالأمس، هتذكر الأحاديث الواردة وتذكر الإجماع. الإجماع دليل طبعا. ثم ذكر أيضا من المسائل المولاء المحرمة: تركهم يظهرون شعائر دينهم من عبادات وأعياد ونحوهما بين المسلمين. ولذلك حين يصالح الكفار في بلد من البلاد ينبغي أن يصالحوا على أن هم لا يظهروا شعائر دينهم ولا يظهروا الاحتفال، يحتفل بعيده ويمنعش، ولكن يحتفل في كنيسته أو يحتفل في دور عبادته، يحتفل في بيته، ولكن لا يظهر ذلك على المن. أو تركهم يبنون كنائس أو معابد لهم في بلاد المسلمين، أو تركهم يظهرون المعاصي بين المسلمين.
بعض الأشياء قد تكون عندهم غير محرمة ولكن عندنا محرمة، فهذه لا يجوز أن هو يظهرها. فهذه من المسائل الإلهام، ولكن هذا طبعا في حالة إيه؟ سلطان الدولة القوية، وفي حالة يعني انتشار الإسلام وتغلب الشريعة. فننقل الكلام في هذه المسألة، وهو هل يجوز لغير المسلمين من أهل الكتاب جزاكم الله خير أن يبنوا دور عبادتهم من كنائس أو معابد أو بيع أو غير ذلك؟ لأن هو هنا في هذه الحالة أطلق قال أن هو لا يجوز تركهم يبنون كنائس أو معابد لهم في بلاد المسلمين. فهل هذا على الإطلاق يعني في كل بلاد الإسلام أو في كل البلاد التي صلحها المسلمون، هل في هذه الحالة يكون على الإطلاق لا يجوز، أم هناك حالات يجوز؟ فنقرأ التفصيل ثم نصل في النهاية للنتيجة. هننقل كلام لابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب أحكام أهل الذمة، وهو أيضا من الكتب الهامة في هذه المسألة، مسألة أحكام أهل الذمة وغير المسلمين في البلاد الإسلامية والصلح والمعاهدات والأصل ما بين الدولة الإسلامية والدولة غير الإسلامية من الدول الغربية والكافرة. كل المسائل دي تجدها بدقة وروعة في كتاب أحكام أهل الذمة، أحكام أهل الذمة لابن القيم. ففرق ما بين ثلاثة أقسام يكون فيها أهل الذمة حالهم يختلف مع الدولة الإسلامية. أول هذه الأحوال بعض البلاد أو بعض المدن أنشأها المسلمون، أنشأها المسلمون زي البصرة زي الكوفة، هيجي في الامتحان مش هتكتب وانت حر مش هتجاوب في الآخر. أنشأها المسلمون زي البصرة والكوفة زي القاهرة زي بغداد، كل هذه المدن أنشأها المسلمون أحدثوها بعد أن استوطنوا هذه البلاد. طب لو سكن أهل الذمة من أهل الكتاب في هذه البلاد فيجوز للإمام أن يصالحهم على أن يدفعوا الجزية، يقول لهم والله لا تسكنوا هذه البلاد إلا بدفع الجزية. ولكنه لو أقرهم على جواز بناء الكنائس أو المعابد أو غير ذلك أو إظهار بعض المعاصي والمحرمات كإظهار الخمر أو غير ذلك فلا يجوز. ليه؟ لأن هذه البلاد أصلا أنشئت في الإسلام، لم تكن لغير المسلمين ثم أخذها المسلمون، لا ده هذه البلاد أنشأها أصلا المسلمون، ففي هذه الحالة يجوز إنشاء دور عبادة لغير المسلمين فيها، لا يجوز في هذه الحالة. يبقى دي في الحالة الأولانية اللي هي البلاد التي أنشأها إيه؟ المسلمون. الحالة الثانية الأرض أو البلاد التي أنشأها المشركون ومصروا هذه البلاد، خططوها وأقاموا فيها الحياة ثم فتحها المسلمون عنوة بالسيف والقتال فتحوها. فهذه البلاد أيضا لا يجوز إحداث دور عبادة لغير المسلمين فيها، ما ينشئوش دور عبادة جديدة. طيب لو كان فيها شيء من دور العبادة قبل ذلك هل تزال أم أنها تترك؟ اختلف العلماء على عدة أقوال في هذه المسألة. تمام؟ التفصيل ده يعني متوهكم ولا مركزين معايا؟ مركزين؟ طيب. فاختلف العلماء في هذه المسألة على يعني أقوال، منها ألا تزال كنائسهم ولا دور العبادة لأهل الكتاب، وذلك استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر. خيبر فتحت عنه، مش خدتوا سيرة ولا لسه؟ خدتوا سيرة يا جماعة؟ ما خدتوا سيرة؟ ازاي؟ مش انتوا فقولة؟ وما خدتوا سيرة؟ انت نصيبكم. فهذه هذا الاستدلال استدلال طيب. النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح اليهود يهود خيبر لم يشترط عليهم ان يزيلوا دور العباده، معابد اليهود لم يشترط عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكذلك فعل المسلمون في كثير من البلاد التي فتحوها ويستوطنها اهل الكتاب، لم يذكر عنهم في غالب الأمور أنهم أزالوا دور العبادة أو يعني أمروهم بهدمها. ولكن قال بعض أهل العلم أنه يجوز للإمام أن يفعل ما يراه في صالح المسلمين،
كأن يرى حاجة المسلمين لهذا المكان مثلا، أو لأن ينشأ مسجد في هذا المكان، أو وهذا حدث في بعض الحالات خاصة في فتح القسطنطينية وغير ذلك من الأماكن التي لما دخل المسلمون حولوا دور العبادة الرئيسية فيها إلى مساجد، حدث ذلك وورد ذلك عن عمر بن عبد العزيز في بعض الفتوحات. فيبقى في هذه الحالة يترك الأمر للإمام لينظر في المصلحة فيه، وإن كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركها ولم يحول. الأولى أن الأمر يترك للإمام، الإمام الحاكم المسلم الذي له من الفهم والنظر والعدل في حكم المسلمين ينظر في ذلك، فإن رأى أنها مصلحة المسلمين فعل ذلك. القسم الثالث ما فتحه المسلمون صلحا، دولة فتحت صلحا، وهذا الصلح هيختلف، لأن في بعض البلاد فتحت صلحا وترك فيها أهل البلاد وفرض عليهم ما يطلق عليهم بالخراج، مش الجزية لا، الخراج، إن هو يا جماعة أنتوا هتظلوا في بلادكم بس هتدفعوا عن مقابل المكث في هذه البلاد كذا، عن الأرض كذا، وده يسمى الخراج. تمام، ده يختلف عن الجزية. الخراج دي بيبقى على الأرض، الجزية على الأفراد، وإحنا هنتكلم دلوقتي عن الجزية. لو صلاحهم إن هم يظلوا في هذه البلاد ويدفعوا الخراج فلا يجوز، لا يمنعوا، لأن خلاص هو بيقيم في هذه البلاد فيفعل ما يحدث، يختار ما يفعله ويكون في مصلحة، فهذا الأمر يترك لأهل البلاد نفسهم اللي هم بيحكمونها، يترك لأهل البلاد التي يحكمونها ويختارون ما يريدون، إن أرادوا إنشاء دور عبادة جديدة فعلوا ذلك. طيب لو صالحهم المسلمون على أن الدار هذه البلاد هذه الأراضي لا ستكون للمسلمين، وسكان هذه البلاد سيدفعون الجزية، يبقى في هذه البلاد الحالة فلا يجوز لهم في هذه الحالة أن ينشئوا، ولكن بعض العلماء قال إن هو يكون الأمر على ما حدث عليه الصلح، يعني قد يكون من شروط الصلح ساعتها إن الإمام يتصالح معهم إنه يجوز لهم، يبقى في هذه الحالة يجوز لهم ما دام صالحهم في البداية على شرط إن أنتوا هتسكنوا هذه البلاد وهتدفعوا جزية، ولكن قالوا لا شرط إن إحنا نبني دور عبادة جديدة، يبقى في هذه الحالة ما دام أقرهم في البداية في هذه الحالة يبقى يجوز. وبعض العلماء الإيه؟ الحالة دي اللي هي فتح القدس لقاسم عمر مثلا، اللي هي الحالة اللي هي الجزية صح. صح، الله يفتح عليه، كفاية عمر رضي الله عنه في القدس. الواجب بعض العلماء قالوا الواجب عند القدرة ممكن احيانا يكون هو صالحهم هو لا يستطيع اصلا ان هو يسكن في هذه البلاد او يدافع عنها او يعني ان هو يقيم فيها او يغير نظام العام لهذه البلاد. بعض العلماء قالوا الواجب عند القدرة على ان يصالحهم الا يحدثوا دور عبادة. ليه؟ عشان لا ينتشر هذا الدين اصلا. هو ايه الغرض ان هو لا ينشأ دور العبادة؟ ان هو لا ينتشر هذا الدين، انت لا تسهل عليه، نعم يظل على حالته ولا تضيق عليه ولا تظلمه في ذلك، ولكن في نفس الوقت بتنشئ امامه الخيارات الاخرى. انت عايز هذا الرجل يدخل في الاسلام وبترغبه في الاسلام، فبتحاول انت تنشئ امامه دور عباده للمسلمين اكثر بحيث انه يبدا يرغب في الاسلام ويدخل في الاسلام، ولا يجد والله ده السبل عنده متاحه وان هو كل خطوتين هيجد دور عباده يتعبد فيها فخلاص، طب يعني هيحس ان هو عايش في منتهى الحريه ومنتهى السهوله ومنتهى اليسر بالنسبه له، فلماذا يدخل في الدين؟ هو بياخد نفس الحقوق اللي بياخدها المسلم في هذه الاماكن. فهذه من الامور الهامه. هي المسألة قد تكون مطولة بعض الشيء وقد تكون متفرعة، ولكن يعني أنا أحببت أن أنا يعني نتكلم في هذه المسائل، خاصة أن أنت ممكن يعني تظل تبحث في هذه المسائل، وفي مباحث كثيرة يعني في كتب كاملة في الكلام، الصفحة اللي احنا يدوب لخصناها من كلام ابن القيم ده في بحث كامل، ولكن أنا متذكر للأسف اللي كتب هذا البحث، يعني هو يتكلم في حكم إقامة المعابد في البلاد الإسلامية، بحث طويل حوالي يتجاوز 400 صفحة في هذا الكلام، وترجيحات وأدلة واستدلالات تاريخية وغير ذلك، ولكن هذا المختصر بحيث أنت تكون ألميت بس بالمسألة وتعرف أن في حالات تختلف عن حالات، وفي حالات يجوز وفي حالات لا يجوز وغير ذلك. طبعا يدفع يدعى عادي، وتصالح معك على انه يدفع الجزيه، لا ما ده تصالح الصلح مع انه هو يدفع الجزيه ده ما يمنعش ان هو يدعى للاسلام خالص. تمام، لا خالص، ما مش بضيق عليه، انا بدعوه لدين الاسلام وده امر مختلف.
من الأمور أيضا المحرمة اتخاذهم بطانة، فلا يجوز للمسلم أن يجعل الكافر بطانة له، يتخذهم خاصة. وهذه أيضا من المسائل اللي بيبحثها المهتمون بمسألة أحكام أهل الذمة، في هل يجوز مثلا لغير المسلم أنه يتولى الوظائف التنفيذية، دي بيبحثونها في الكتب بهذا العنوان، هل يجوز أنه يتولى مثلا وزير، رئيس وزراء، أو مثلا يعني مستشار للرئيس أو غير ذلك، ده اللي بيبحثها العلماء في هذه المسألة. فقال فلا يجوز للمسلم أن يجعل الكافر بطانة له بأن يطلعه على بواطن أموره ويستشيره في أموره الخاصة أو يستشيره في أمور المسلمين. وهذا مبني على نهي الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فهذا قول الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى. ثم ذكر أيضا يعني من المسائل، قال: ولا يستثنى من هذا إلا ما اضطر إليه المسلم ضرورة ملجئة مع الأمن من ضرر الكافر. من المسائل أيضا السكن مع الكافر، فيحرم على المسلم أن يسكن مع الكافر في مسكن واحد ولو كان قريبا له أو زميلا له. طب ده استدلالا بحديث إيه؟ حديث جرير اللي احنا ذكرناه: أن يفارق كل مشرك. فهذا أيضا استدلال بنفس الحديث اللي احنا ذكرناه من قليل. وسؤل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المسألة التي سيذكرها أيضا المصنف، هل يجوز عيادة المريض وغير ذلك؟ فسؤل شيخ الإسلام ابن تيمية عن عيادة المريض الكافر واتباع جنازته، فقال: أما الجنازة فلا تتبع، وأما عيادة المريض فلا بأس بها، فإنه قد يكون في ذلك مصلحة لتأليفه على الإسلام، أنه يدعى إلى الإسلام وأن يؤلف قلبه. المبحث الثالث: ما يجوز أو يجب التعامل به مع الكفار مما لا يدخل في الولاء المحرم. لا، الشقة المقصود بالشقة، أنه يقعد معه في نفس الغرفة أو الشقة، أو يسكن معه في نفس المكان يحتوي. الأمور التي يجوز أن يتعامل بها مع الكفار، قبل أن يتكلم المصنف في هذه الأمور قدم بمقدمة طيبة، فقال أن ينبغي أن يعلم أن الكفار ينقسمون إلى 4 أقسام. القسم الأول: المعاهدون، وهم الذين يسكنون في بلادهم وبينهم وبين المسلمين عهد وصلح وهدنة، وذلك ككفار قريش وقت صلح الحديبية، وككفار الدول الكافرة في عصرنا هذا التي بينها وبين الحاكم المسلم الذي يخضع المسلم لسلطانه عهود وسفارات. فيجوز أن يصالح المسلمون الكفار على السلم وترك الحرب إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين. قال الله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. طيب، في هنا نقطة مهمة ينبغي ان احنا نقف عندها بعض الشيء، لان المصنف ذكر مسألة الصلح والهدنة وذكرها على الاطلاق، يعني تكلم على الاطلاق، فقال: فيجوز ان يصالح المسلمون الكفار على السلم وترك الحرب. وهذه المسألة من المسائل التي يعني أطال فيها أهل العلم الكلام، فالسطر ده ينبغي أن احنا نقف عنده بعض الشيء، لأنه هو هل يجوز، دي أمور واقعية يا جماعة ومعاهدات وعقود ما بين الدول الآن، فينبغي أن انت تكون فاهم الكلام ده. فهل يجوز أن يصالح الكفار، تصالح دولة إسلامية دولة غير إسلامية، دولة أجنبية أو كافرة أو غير ذلك، هل يجوز أنه تصالح هذه الدولة على الهدنة والصلح المطلق تماما على طول، يبقى بيننا حالة صلح تماما ونتبادل السفارات والعهود والعقود والتجارات وغير ذلك، أم أنه ينبغي أن تؤقت أو توقت بوقت؟ فالعلماء في أولا الصلح، نعرف الصلح، يا ريت برضو معلش اكتبوا هذا الكلام، دي كلها عقيدة خدتوها في الفقه، والله طب ممتاز النهاردة ولا ايه؟ طب كويس، ده في ايه اللي خدتوها؟ طب ممتاز كويس، طب تمام. ف
في هذه الحالة الصلح، تعريف الصلح بين المسلمين والكفار هو هدنة أو موادعة أو معاهدة يتفق عليها الطرفان لتحقيق بعض المصالح التي يهدف إليها كل طرف من وراء المعاهد. تمام؟ الشرط في هذا الصلح أن ينظر إلى مصلحة المسلمين، ده شرط عام ينبغي أن ينظر في مصلحة المسلمين، هل هذا الصلح يحقق مصلحة المسلمين أم لا؟ مثلا في بعض الحالات قد تنزل نازلة بالمسلمين فيضطروا إلى إقامة صلح مع دولة غير إسلامية، مصيبة حصلت بالمسلمين وفي حالة ضعف، أو أحيانا المسلمون يرجون إسلام هذه الدولة فعايزين يعملوا هدنة بينهم بحيث يحصل تبادل تجاري وثقافي وغير ذلك ما بين الدولة، فبحيث يبدأ يتعرف الآخرون على الإسلام، يبقى في هذه الحالة هم يرجون إسلام هذه الدولة عن طريق الصلح والهدنة والمعاهدة التي ستسمح بالتبادل بين المسلمين. تمام؟ يبقى في الأصل في الصلح أنه يحقق إيه؟ المصلحة للمسلمين. في هذه الحالة هل يجوز إقامة صلح للمسلمين بحيث أن يكون الهدف منه مصلحة المشركين بس؟ تيجي تنظر للمصلحة، طب إيه المسلم حقق إيه من هذه الهدنة أو هذا الصلح؟ لا تجد، هو المشرك ده أو الكافر دخل بلاد الإسلام، تاجر فيها، أخذ الخيرات فيها، بدأ يتدخل في الشؤون السياسية الداخلية وبدأ يكون له سلطان على هذه الدولة، ولم يحقق المسلمون أي نفع. طب يا جماعة فين اللي أنا استفدته؟ لم يستفد شيء لحالة الضعف التي فيها المسلمون. فهذه في الحقيقة في هذه الحالة يجوز هذا الصلح، لأن في هذه الحالة ده إجبار على الصلح. لا يجوز، لأنه في هذه الحالة ده إجبار، إلا في حالة عدم استطاعة بقى أنه هو يعني يقيم أمر آخر. ولكن لو كان بيده استطاعة أنه لا يقيم معهم الصلح لا يقيم معهم الصلح، ولكن إن فرض عليه لحالة الضعف التي تمر بالمسلمين وغير ذلك ففي هذه الحالة تكون أشبه بالضرورة. والدليل على جواز الصلح عامة مع المسلمين هو ما استدل به المصنف فقال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. بشرط المصلحة المسلمين، المهم يتحقق المصلحة المسلمين، سواء المصلحة الدينية بالدعوة أو سواء المصلحة بين المسلمين في حالة ضعف فلن يستطيعوا أن هم يجاهدوا ويحاربوا. هل تقريبا قيدتها شنا المصلحة؟ بلين؟ مثلا هو في شخص مصلحة تحقق منه، هم في حالة ضعف وأنا في حالة قوة، ومش مصلحتي أن أعمل مثلا هبنة مع ونغير عليهم مثلا لأراضي المحتلين أو غير ذلك، فإيه اللي خلينا مثلا من او مثلا وافق على الهدنة اللي هو طبعا الضعف اللي المسلمين فيه؟ لا مفيش ضعف، مصلحة خالص، يبقى فيش يبقى في هذه الحالة لا ما يبقى فيش مصلحة. طيب ما هي مصلحة المسلمين في هذه الحالة هو الشرط في حالة ان هو في مصلحة للمسلمين هتحقق. طب الآية الكريمة ما قالتش شرط، يعني جنح للسلم فاجنح له. بالعكس، في هذه الحالة هو لو جنح للسلم هتكون مصلحة ليك ان انت تحقق الدعوة، تحقق الدعوة معاه ان انت تستطيع ان انت تدخل الى بلاد، او دي مصلحة، لان بعض المصلحة ان انت تنشر الدعوة عن طريق الصلح ليكون سنة ولا اثنين ولا ثلاثة، تستطيع ان انت تدخل الى هذه البلاد وتنشر الاسلام، وتستطيع ان انت تتعامل معهم تجاريا، وتستطيع ان انت تكلم الناس وتتعامل معهم بطريقة فيها دعوة فردية وطريقة يعني قد تكون اشبه بالتغلغل في هذا المجتمع ونشر الدين، ففي هذه الحالة مصلحة، يعني في هذه الحالة مصلحة. انت قصدك ان الآية عامة يبقى معنى ذلك انه يكون الصلح في اي وقت ولا؟ انا برضو مش فاهم السؤال. لا هو طلب منه هدنة وانا مش اي مصلحة تتحقق من وراء، خلاص ما تحققش، ما تعملش الهدنة، ايه المشكلة؟ انا برضو مش فاهم انت، هو هما طرفين متحاربين، مثلا دولة مسلمة ودولة كافرة، في طرفين متحاربين، بدل ما وانا في عز قوتي وهم في اوج نفوذهم خلاص، فانا حالا هما طلبوا هدنة، في الحالة دي خلاص الهدنة دي انا مش قابلها. حرام محرمة ولا مش مسألة محرمة؟ دي ترجع لاجتهاد الإمام، ما نقدرش نديها حكم عام لأن الأحوال دي بتختلف. يعني الآية هنا وانجرى مفسد المهجنة فيها طبعا اجتهاد يرجع لحال المسلمين نفسهم، ولذلك حتى أصلا حال المسلمين نفسهم على مر التاريخ أنت لازم تنظر للوقائع التاريخية نفسها، في مش في أي حالة بيطلب فيها الهدنة بيوافق المسلمون، لأن ممكن يكون مش في مصلحة المسلمين وبالعكس أنا في قوة، لا طب أنت عايز تهادن هتدفع الجزية أو هيبقى أنت هتعلن الإسلام أو إن إحنا هنقاتل. مش مقيدة. ما هي برضو ان هو بيد الحاكم، بس لو كانت فيها ضرر المسلمين يبقى لا يجوز، يبقى لا يجوز في هذه الحال. هو لو هو الصلح او الهدنة ده ما فيهوش مصلحة يبقى لا يقيمه، لا يقيمه اصلا، ولو اقامه يبقى شرط فاسد. يعني
يبقى شرط ان هو مثلا لا يكون مثلا هو خلاص استطيع ان هو يبر عليهم ويدعوهم للاسلام. ده اللي انا اقصده يعني في المعنى في الحاله دي هو اقامه هو ما وافقش على طلبهم للهدنه بحيث ان هو خلاص يقدر يفتح الدوله ديت ويخليها مثلا. طب خلاص ما هو انا برضو مش عارف احنا بنلف حوالين نفسنا ليه. يبقى في الحاله دي كم بس ده هيوافق على الهدنة. ما يوافقش على الهدنة مش شرط مش لازم يوافق على... انت اللي انت فاهمه ان هو يجب عليه ان هو يوافق على الهدنة ان الآية بتفيد الوجوب. أيوه. لا الآية لا تفيد الوجوب. لا تفيد الوجوب لا طبعا. طيب ان كان هذا الصلح لا يحقق المصلحة للمسلمين كان في هذه الحالة يحرم لانه في هذه الحالة لم يحقق الخير والمصلحة للمسلمين وكان تركا للجهاد بدون اي استثناء او بدون اي ضرورة. المسألة التي يعني أيضا لا تجوز في مسائل الصلح مع غير المسلمين إنه يشترط على المسلمين مثلا إنهم لا يمتلكوا أسلحة معينة. يشترط على دولة إسلامية إنها لا تمتلك مثلا السلاح النووي ولا السلاح وهذا مما يضعف المسلمين. فلو كان هذا شرطا في الصلح هذا يخالف قول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. كذلك أيضا من المسائل التي ناقشها العلماء هل يجوز أن يكون الصلح مؤيد مؤبد آسف أم يكون مطلق. يعني هل يجوز أنه يتم الصلح؟ فالجمهور على أنه ينبغي أن يوقت وقتا ينبغي أن يضع وقت ممكن يكون سنة اثنين ثلاثة ولكن أقصى مدة يضعها في الصلح هو 10 سنوات استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. وبعض العلماء قال إن هو قد يجعلها مؤقت بوقت يزيد عن 10 سنوات ولكن المهم ان هو يوقت ولا يترك مطلق. ممكن يقول 15 سنة 20 سنة ولكن يعني يؤقت بوقت. وذهب بعض العلماء الى انه يجوز احداث الصلح ما بين المسلمين وغير المسلمين ويكون الوقت مطلق متى شاء الامام ان ينبذ هذا الصلح يشترط معهم على ذلك. من شاء أن ينبذ الصلح ينبذه في أي وقت. ولكن بعض العلماء رد وقال أن هذا قد يؤدي إلى التأبيد ويسقط أيضا فريضة الجهاد ويسقط في هذه الحالة إيه؟ فريضة الجهاد. وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى رجح القول الأخير ده أنه يكون الصلح قد يجوز أنه يكون مطلق على أن يوضع شرط بأنه يجوز ليه الإمام أنه ينبذ هذا في أي وقت. وإن كان يعني الذي رجحه بعض العلماء الآخرين ويعني مالوا إليه إلى أنه ينبغي أنه يكون مؤقت بوقت حتى لا يسقط فريضة الجهاد لأن الظروف تتغير بيه. قد تكون الدولة الإسلامية في حالة ضعف فتتقوى بعد ذلك ويكون هذا دافع لها على البحث عن القوة. أما إحداث الصلح المطلق هذا يؤدي إلى حالة التكاسل وعدم الدفاع عن الإسلام وفي نفس الوقت عدم الاستعداد بقوة للآخرين والآخرين يستعدون فيؤدي إلى ضعف المسلمين. ولذلك يعني هذا ما رجحه البعض أن يكون مؤقت بوقت قد يكون 10 سنوات 15 سنة 20 سنة ولكن يكون المسلمون على استعداد إلى أن هذا العقد قد ينتهي في أي وقت وينبغي أن هم يستعدوا لهذه اللحظة. في حالة أنه هو ممكن ينبذوه في أي وقت وممكن ما ينبذوهوش في أي وقت ممكن يكون العقد ما بيننا مطلق نقعد فيه 15 20 30 سنه ولا حد هينبذه ولا اي حد لان هو بياخد مصلحته منك. ولكن لما يكون معروف ان هو 5 سنوات بس او 10 سنوات بس لا هو عارف ان هو ويشترط ايضا في ممكن في خلال 10 سنوات دي يشترط انه من اراد ان ينبذ العقد قبل ذلك فله يعني لا يمنع ان هو يجمع ما بين الشرطين في عقد واحد ان هو احنا الصلح اللي ما بيننا 10 سنوات ولكن يجوز ليك ان انت تنبذ العقد قبل ذلك ويجوز لي ان انبذ العقد ولكن على شرط ان نخبر بعض قبله عشان ما يكونش خيانة. فيجوز ان هو يجمع بين الاثنين يبقى في هذه الحالة حقق المصلحة. تمام. اما القول الاضعف عامة في كل المسائل ان هو يكون بالتأبيد ان هو العقد تام الى ما لا نهاية هذا هو اضعف الاقوال عامة.
القسم الثاني من الكفار هم الذميون، وهم الذين يسكنون بلاد المسلمين وصالحهم المسلمون على أن يدفعوا للمسلمين الجزية. والجزية كما عرفها فقال هي المال الذي يدفعه الكفار الذين يسكنون بلاد المسلمين مقابل حماية المسلمين لهم ولأموالهم وتسييرهم لشؤونهم وخضوعا لسلطان المسلمين. فيجوز السماح للكافر الموجود أصلا في بلاد المسلمين أو في بلاد يحكمها المسلمون بالاستمرار في سكن بلاد المسلمين سوى جزيرة العرب كما سيأتي التفصيل، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني وهم خاضعون لأحكام الشريعة. والحقيقة مسألة الجزية بعض الناس بيأنف منها ويخاف منها، ويعني كأنها كلمة يعني مرعبة. الجزية هي حق مالي يساوي الزكاة، يعني هو المسلم الذي يسكن بلاد الإسلامية عليه حق مالي بيدفع اسمه زكاة، غير المسلم عليه حق مالي بيدفع اسمه الجزية. وفي الحقيقة صور العدل مع غير المسلمين في دفع الجزية في غاية الروعة. قرأوا سيرة عمر مثلا بن الخطاب رضي الله عنه، ذات مرة وجد رجلا يعني يتكفف الناس على بعض المساجد، فقال له من أي الملل أنت؟ قال يهودي. قال وما حملك على هذا؟ رجل كبير في السن وبيسأل الناس. قال ما حملك على هذا؟ قال يعني السن والجزية أرهقتني. فأخذه عمر رضي الله عنه إلى بيت مال المسلمين وأعطاه كفايته وأمر يعني الناس أن يسقطوا عنه الجزية. فسبحان الله صور العدل مع غير. وبعدين حتى انظر الى قيمه الجزية التي كان يدفعها غير المسلمين اقل بكثير من الزكاه اصلا. في الحقيقه كانت على يعني الزكاه نسبه 2.5%، قد تزيد جدا لو الانسان غني وقد تقل لو الانسان معاه يدوب النصاب، ولكن الجزية محدده مش نسبه، يعني بيدفع مقدار دينار ذهبي مثلا في كل سنه، يدفع مثلا افترضنا 1000 جنيه ثابته مش بتزيد وبتقل، قد تزيد وتقل، قد يفرضها الامام بهذه الصوره ان اراد الامام ان يفرضها بالصوره اللي هي النسبه حتى تكون فيها مصلحه المسلمين، ان اراد فله ذلك، ولكن لم تفرض هي على المسلمين في صوره من الصور قبل ذلك بالصوره المئويه اللي هي النسبه. ثم قال ايضا القسم الثالث وهم المستامنون، وهم الذين يدخلون بلاد المسلمين بامان من ولي الامر او من احد من المسلمين. وهؤلاء المستامنون اذا ما دخلوا بتاشيره زي ما يطلق عليها تاشيره الدخول او غير ذلك فلا يجوز التعرض لهم. ليه؟ لان هو دخل بامان فلا يجوز التعرض لهؤلاء بالقتل او الاكراه او غير ذلك. وهذا كما في قول الله سبحانه وتعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه. قال ويستثنى من ذلك جزيره العرب فلا يجوز دخولهم لها الا للحاجه، ولا يسمح لهم بالاستيطان فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك بجزيرة العرب دينان. ولذلك أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بجواز استقدام الكفار ليكونوا عمال وموظفين فقط، بعض الوظائف الصغيرة اللي هي يدوب وظيفة تليق به وعامل يعمل مثلا خادم عندهم أو غير ذلك، ولكن لا يجوز له أنه يأتي للاستيطان والإقامة يعيش بقى في هذه البلاد، لا يجوز. وفي نفس الوقت قال وينبغي أن يحذر من ذلك وأن يستخدم المسلمون أفضل، يعني لا لو أنا عندي وظيفة أجيب مسلم أأمن على الأدب. فالقسم الثالث الذي يتكلم فيه المصنف من الكفار وهم المستأمنون، وهم الذي يدخلون بلاد الإسلام بأمان من ولي الأمر أو من أحد المسلمين. وتكلم على أن هذا الأمر يستثنى منه جزيرة العرب، وثم ذكر إن كانت هناك حاجة تدعو إلى دخولهم لهذه الجزيرة فلا بأس، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر على البقاء فيها للعمل للحاجة الماسة لعملهم فيها، لأنهم كانوا في هذه الفترة هم أدرى بالزراعة في هذا المكان، فمصلحة للمسلمين أن يظلوا فيها. ثم أجلاهم عمر لما زالت الحاجة إليهم وعليه، فلا يجوز استقدامهم إلى جزيرة العرب كعمال أو خدم أو سائقين أو غيرهم مع وجود من يقوم بعملهم من المسلمين، لا يجوز إن كان هناك من يقوم بأعمالهم من المسلمين. وهذا أولى الصراحة في هذه، يعني استنادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أن هناك من يقوم بهذه الأشياء. فلذلك وجزيرة العرب في هذا الأمر لا يطلق على المملكة العربية السعودية فقط، ولكن جزيرة العرب تشمل كل الخليج، دول الخليج العربي. القسم الرابع هم الحربيون، وهم من عدا، ولذلك يعني مسألة ان هم لا يدخلوا مكة والمدينة فقط فهذه اقل الاضرار اللي هم توصلوا اليها. القسم الرابع الحربيون، وهم من عدا
الأصناف الثلاثة السابقة من الكفار. والحربيين هؤلاء يعني قسمان كما ذكر، هو قسم بيننا وبينهم حرب قائمة بين المسلمين والكفار حرب قائمة، أو قسم محايد فهؤلاء لا مانع من الإعراض عنهم في بعض الأزمنة إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك. فالحرب اللي هو لا ما بين عهد ولا في يعني أمن لهم، ولا هم من أهل الذمة يسكنون بلاد الإسلام، فهؤلاء يطلق عليهم الحربيون. فهؤلاء يشرع للمسلمين جهادهم وقتالهم بحسب الاستطاع. قال الله تعالى: فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. في حد حربيون والله فيه أكيد. ما هي دي بقى تدخل في المسألة اللي هي الأولانية، ما تدخلش في الحربيون. هل دول بقى يدخلوا في المعاهدون ولا لا؟ ده بقى اللي دي عايزة فتوى بقى. طيب يعني اظن ان احنا ممكن نتوقف عند الامور التي تجب للكفار غير الحربيين على المسلمين، ويعني هذا يكون اخر بقى لقاء ان شاء الله معنا في المره القادمه. ولكن يعني ان شاء الله يعني نتيجه طبعا ضعف الاجابه في الفصل الدراسي الاول في بعض المسائل، فاحنا ان شاء الله سيدخل معنا في امتحان الفصل الدراسي الثاني بابين او يعني فصلين. اولا توحيد الاسماء والصفات، ده هيدخل معنا باذن الله سبحانه وتعالى بالاضافات اللي احنا اضفناها فيه، وطريقه اهل السنه في الاسماء والصفات وامثله لبعض الصفات الالهيه وثمرات الايمان بالاسماء والصفات. يعني عندك هنا في الكتاب من اول صفحه 49 الى 67. والشق الثاني الذي سيدخل معنا مساله ضوابط التكفير وتكفير المعين اللي احنا كنا تكلمنا عنها في الفصل الدراسي الاول. المسالتين دول في الامتحان للاسف كانت اجابتهم، وهذه مسائل بالذات مساله الاسماء والصفات كان في اجابات فيها صادمه. يعني لما نسال نقول الوجه يعني الذات، وتجد اخ او اخت كاتب اصح. طب سبحان الله، ده يعني بدون اي زيادات حتى من بره الكتاب، الكلام نفسه اللي في الكتاب يوضح ان هذه الاجابه خاطئه. ازاي الوجه الذات؟ هو صفه لله سبحانه وتعالى. فلذلك فاحنا مضطرين ان هو، والعينه دي انا قابلتها حوالي 5 أو 6 مرات في اثناء التصحيح او اكتر، والله ممكن تصل ل10 ورقات مثلا تقريبا في اثناء التصحيح. فدي نسبه مش هينه، ولذلك احنا مضطرين ان هو يعاد الامتحان معانا الجزء ده في الفصل الدراسي الثاني. واحتمال المره الجايه لو في اجزاء في الاجزاء اللي يعني اللي كانت مضت معانا في التوحيد واسماء والصفات او في ضوابط التكفير المعين او في النصف بقى الثاني من الكتاب اللي احنا خدناه في الفصل الدراسي الثاني، لو في حاجه مش مفهومه يا ريت حضروها المره الجايه. سواء الاخوات نعم، مساله بسيطه كانت الترم الاول، اللي هو الدليل على ان الكلام ده يعني ايه، دي كنت في الامتحان اه ما كانش لها دلائل في احنا قلناها ما احنا مليناها، ما هي دي من الحاجات اللي احنا مليناها. ما لذلك ده لا انا قايلها، ده انا دي قايلها، لان في بعض الناس جاوبوها. يعني عارف دليل ان هي بعض الناس جاوبوها يبقى انا قايلها، وانا يعني الناس اللي جاوبوها قايلينها بالظبط زي ما انا قلتها. فلذلك فهي ما دام هي دي المشكله، ان هو احيانا للاسف انت اللي يفوتك في الدرس لا يمنع ان انت تسمع المحاضره تاني، خاصه في المواد اللي بيكون فيها يعني الماده دسمه، ماده العقيده ماده تقيله. ده لو تفهمه في الامتحان يبقى جاهز دلوقتي من الكتاب والسنه. اه كان في دليل من الكتاب والسنه على ايه؟ لا احنا ما قلتش من الكتاب والسنه، قلت الدليل. قول بقى اللي انت عارفه. الدليل ده معناه ايه؟ الدليل اللي انت عارفه، الا له الخلق والامر، مش دليل؟ اعوذ بكلمات الله التامات، مش ده كانت المساله اللي هي بتاعه الكلام؟ فاجره حتى يسمع كلام الله. لا بس لا مش فاجره حتى يسمع كلام الله، اعوذ بكلمات الله التامات ولا له الخلق والامر. دول دليلين احنا ذكرناهم بالنص في المساله في الترم الاول. فهو لذلك انتوا احيانا، انا لذلك انا لما بشوف اخ قاعد سرحان ما بيكتبش بقول هو لو جاله مش هيكتب. ليه؟ لان هو ما كتبش الحته دي. فهي لازم ان انت تكون منتبه جدا في المساله دي، ان هو الحاجات اللي احنا بنمليها، انا طول ما انا بتكلم الكلام انت مطالب بيه، طول ما انا ما بسكتش طول الدرس. فلذلك فانت مطالب بالكلام ده كله. ليه؟ لان احنا في اشياء لازم نسدها بالادله، وفي فراغات لازم نسدها في الكتاب. وبعدين هنا بقى ده يفيدنا في ايه؟ في ان احنا ممكن انت لسه قدامك اهو دلوقتي الحمد لله، احنا كده المره الجايه هنخلص ان شاء الله، قدامك اسبوعين كاملين لغايه الامتحان.
بعض المحاضرات اللي انت حاسس انت ضعيف فيها طلعها واسمعها تاني مره واثنين، ايه المشكله؟ المحاضره كلها ساعه مثلا، طلعها واسمعها تاني. فلذلك ما هي دي فايده ان التسجيل، ان المحاضرات بترفع على النت، ان انت تسمعها مره واثنين. لو الحاجه ولو بعد ما سمعتها مره واثنين ومش فاهمها، لذلك انا ارجو من حضراتكم من هنا لغايه الاسبوع الجاي حضروا الاسئله اللي مش مفهومه في المنهج كله في الفصل الدراسي الثاني وفي مساله توحيد الاسماء والصفات وضوابط التكفير المعين. لو حاجه مش مفهومه، بس رجاء انا رجاء ان انت قبل ما تيجي تسال فيها اسمعها من المحاضره. لو لسه ما فهمتهاش بعد ما طلعتها من المحاضره اسال فيها، بس انا اظن ان انت لو قريتها من الكتاب وسمعتها ان شاء الله هتفهم. تمام، في حاجه ثانيه؟ الدرجات بتنضاف والله دي بقى اساله فيها بس اللي هينضاف معانا في الترم الثاني او الفصل الثاني الامتحانات والابحاث دي، هنعمل كده يعني متوسط ليهم. فلذلك برضو فاللي كان فايته بحث يقدمه، لان هيقلل منه درجات. لو كان فايته بحث يقدمه، ويعني مسموح معاكم لغايه ان شاء الله قبل الامتحان باسبوع اللي فايته بحث ولا حاجه يجيب. تمام، الابحاث ايه؟ كان في تحضير الساجد، وكان في التوسل، اختصار التوسل ده عدد قليل الجو اللي جاوا الاثنين بتوع الشيخ الالباني، دول اللي احنا قلنا. طيب التوسل، احكام التوسل للشيخ الالباني. نعم. طيب الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين.